احنا شعبة معماري الجروب الثاني برنامج الريفت دبلوم معماري، وانا المدربة هناء الجعبة. اليوم راح نكمل في برنامج الريفت، راح نكمل عن موضوع الماسنج. راح نرسم هلا، راح ارسم مبنى، يعني راح اليوم نتعلم كذا تكتيل عشان تتقنوا هذا الموضوع. راح نروح على الماسنج اند سايت بنفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها هذيك المرة. راح نعمل ان بليس ماس ونبدأ نرسم. اليوم بدنا نرسم شغلة بسيطة، يعني بدنا نرسم يعني زي مبنى مستطيل وجنبه متقاطع معه زي كأنه مبنى سلندر، ونشتغل شوي عليهم كواجهة. هلا أنا رسمت الشكلين، بعد ما أرسمهم بختارهم وبعمل كرييت فورم. هو ما بياخذهم إلا واحدة واحدة. بعد إذنك أستاذي، ما في شير؟ ما في شير. طيب لا هذا، انا كل ما بعمل اسكيب تطلع لي شاشة الزوم. هلا عشان بدنا اياها اختفت، مو قبل تبين. تمام. هلا وضحت الشاشة. طيب خليني أبدأ من أول وجديد. هاي حنعمل كانسل ماس عشان تبع معي أحسن. راح أروح من عند ماسنج أند سايت إن بليس ماس ماس 1، وأبدأ أشتغل زي ما قلت لكم. بدي أعمل يعني زي كأنه عندي بناية متداخل معها بناية تانية، فرح أختار هذا الشكل ورح أعمل له create form. بعدين رح أختار هذا الشكل وأعمل له create form. لاحظوا لما إحنا بنختار الدائرة بيسألني هون، شايفين؟ بس هو مش واضحة إنه بدي إياها سلندر، هاي الأولانية سلندر ولا كرة، لأنه الدائرة ممكن تكون الشكلين هدول. فأنا هلأ بدي إياها سلندر، رح أختار السلندر. انتبهوا أنتوا كمان لما هترسموا على أجهزتكم هيعمل نفس الشيء، لأنه التنين لهم نفس المسقط. هلأ إحنا رسمنا هاي البناية، بدي أزيد ارتفاعها، بدي أختار لغاية ما يطلع معي. أعمل إيديت للمسقط، أنا ما بدي أعمل إيديت للمسقط. بدي أزيد الارتفاع، أنا ما عملت طوابق هلأ بعملهم، وبدي هيك أزيحها شوي. في شغلة بدي اياكم تتعلموها، انه احنا مثلا هلا رسمنا هاي الكتلة صح، المربع. هلا هذا المربع اذا اخترت بالتاب الوجه، او مثلا هلا انا اخترت الخط، شوفوا لما بسحب الخط لقدام اتغير معي شكل الكتلة كله. لما مثلا اسحب لهون، شايفين؟ بتغير معي كل الشكل. هيها صارت العمارة كأنها هيك مايلة. إذا اخترت الحفة هاي وسحبت بالأسهم، شوفوا كيف مطيتها. مثلا هاي بدي أرفع بس هاي الحفة. إذا اخترت مثلا الفيس هذا بيعطيني الأسهم، فبقدر إني مثلا هيك أنزلها، شايفين كيف؟ فبهاي الطريقة أنا كتير بقدر أعمل أشكال. يعني حتى شوفوا هاي النقطة، بقدر إني لما أقرب على النقطة أختار النقطة، بقدر إني أسحب المبنى بس من النقطة. فهاي واحدة من الأشياء اللي إحنا بنشكل فيها المباني. يعني في مباني هيك شكلها، أكيد شفتوا أنتوا مباني مثلاً هيك زي كأنها ملفوفة. هاي يعني إحنا مش ملفوفة، بس اشتغلنا عليها. شوفوا من كل مكان واجهة شكل. حتى بقدر مثلاً إني أوقف هون وأرفع هاي.
هاي ما قبل يرفعها. فهاي وحدة من الطرق اللي احنا بنشكل فيها الكتل. فشو رأيكم تجربوا لنا إياها؟ ترسموا مكعب وتتحركوا فيه شوي. طيب صبايا معاي انتو؟ معك استاذة. هلا شوفوا هاي اللي احنا رسمناها. هذا على فكرة في بالعمارة المباني اللي زي هيك اسمها deconstruction، اللي هي العمارة التفكيكية، او بسموها diamond architecture، يعني العمارة طبعا هي مش كيف الدايموند انه بيجي مثلا هذا الماس او الجواهر، كيف تيجي هيك فيها سيرفيسز مطعجة، فنفس الفكرة يعني. فهذا كتير يعني بنستخدمه احنا في الديزاين. هلا انا شوفه هاي قبل ما انا اعمل لها، هي عملت فينش ماس، بقدر هاي الكتلة اني اختار السيرفيس. خلينا نروح على architecture create system. بقدر إني ألبس مثلا هذا الوجه، ألبس هذا الوجه زجاج، مثلا بدي نصها زجاج، وهاي مثلا بقدر إني ألبسها زجاج. بقدر إني آجي الكتلة بعد ما أنا رسمتها مثلا، راح ألفها هاي الكتلة من هون، وهاي راح أختار وول بس من ماسنج اند سايت. في هون عندي وول، انه انا بدي اختار انه يعمل بس هاي وول وهاي وول، شايفين؟ هلا هاي اللي عملتها وول بقدر اني اروح على الويندوز اعطيها شبابيك. مش هلا احنا عندنا العمارات التجارية مرات بتبقى الطابق الاول الارضي، يعني الواجهات الامامية والجانبية مثلا بتكون كلها زجاج، الواجهة الخلفية والجانبية بتبقى شبابيك عادية. طبعا احنا ما راح نحطهم عشوائي، انا بس هيك بورجيكم مثال. هاي الواجهة تاعتنا، حتى شوفوا كيف الواجهة قديش احنا قطعشتها. احنا هلا راح نرسم اشي ازبط شوي، يعني اسهل مش هيك. طيب خليني امحيها ونرسم المثال الاولاني اللي كنت بدي اياه، وهاي بتبقوا تجربوها على راحتكم يعني في البيت. خليني أمحيها كلها.
هي مش قابلة تمحي معي، بدي أجرب أخدها من هون. طيب هلا رح كمان مرة نروح على الماسنج اند سايت، نعمل بنفس الخطوات ان بليس ماس ماس 1، ونرسم المستطيل. نرجع للمثال اللي كنا بدنا نعمله، رح ارسم مستطيل طويل وراح ارسم جنبه دائرة واجسمهم واعملها زي كأنها مجمع تجاري. هلا هاي رح اعمل لها كرييت فورم، وهي كمان رح اعمل لها كرييت فورم. هاي شوفوا زي ما قلت لكم بسألني انه بده اياه دائرة ولا سلندر، احنا بدنا اياه سلندر. هلا رح ارجع على 3D، اخذ فيو هذا. هلا هاي المبنى بدي هيك اخليه يعني زي كأنه مايل من اتجاه واحد، ما بدي كثير اعمل حركات. هلا هون بالماس اللي انا رسمتها لما اختارها، هي مش وقعتك. تمام ممتاز. طيب هلا شوفوا بالماس اللي انا رسمتها زي ما قلت لكم، هذا بدي اعمله ابسط عشان نشتغل فيه للنهايه. لاي ماس احنا بنرسمها اذا اخترناها مثلا هيك بطلع لي هدول الخيارات اللي احنا هديك المرة اشتغلنا على ديفايد سيرفيس، بس قلت لكم اللي احنا اشتغلنا مبدئي، يعني احنا بس ركبنا شبكة، لسه لازم نركب كمان زجاج واشياء كثيرة. بنقدر انه نعمل اد ايدجز، اليوم رح نتعلم نعمل اد ايدجز. اد ايدجز يعني بدل ما هذا عبارة عن سطح واحد انه يجزئ لي اياه، فبقدر اني اقسمه بالطريقة اللي بدي اياها. هذا بيساعدني بالديزاين، يعني مثلا هلا بس اطلع من هذا الامر بخلي مثلا هاي زجاج، هاي زجاج، هاي حيط، وبقدر كمان على السلندر نفس الشيء. عفوا ست، ممكن تعيدين هذه الخطوة؟ طيب نعمل اندو. بنيجي على هذا السيرفس بس نعمل له سلكشن، بيكون في مجال بيفتح لي هاي الخيارات، بعمل له اد ايدجز انه اضف لي حواف. هلا انا ليش بضيف حواف؟ عشان هاي لاحظوا كل وحده ضفتها، هلا هذا صار سيرفس لحال، هذا صار سيرفس لحال، هذا صار سيرفس لحال، يعني بجزئهم، فهذا بيساعدني بالتصميم. هلا هاي السلندر راح اوقف من هون على السلندر وأرفعه، يعني راح أخلي هيك الماتيريال تبعتي متداخلة. وهذا اللي شايفينه التوب بدي أكبره بأمر سكيل، الدائرة هاي بدي أكبرها شوي. عشان تعطيني المبنى بهاي الطريقة. تمام؟ أنا برأيي إنك تشتغلوا معي خطوة بخطوة عشان ما تتوهوا، يعني ما تصير الأشياء أصعب. يعني بدكم ترسموا مستطيل وتسحبوه بس من الحفة وتجزئوا الواجهة تبعته، والسلندر توقفوا على اللي فوق هذا. مش هديك المرة إحنا عملنا روتيت للسيرفس اللي فوقاني، هلأ ما بدنا نعمل روتيت، بدنا نعدله بأمر سكيل. هيو أمر سكيل. تمام؟ فأرسموا معي هاي الخطوة عشان نكمل مع بعض الباقي. بس التقسيمات شنو اختارين؟ عفوا، أنا ما اخترت تقسيمات. هلأ لما بتختاري الكتلة اختاريتهن. مش فاهمة عليك أنا السؤال، أي تقسيمات؟ إحنا هلأ بس بدي ترسمي الماسز. رسمت ست الزجاج تقسيمات اللي نعم هذه. هاي الأدجز، نعم نعم هاي بنختار السيرفس، هذا اسمه سيرفس. لما صرت. تختار السيرفس بيفتح لك هاي المنيو، هاي الشريط الأوامر، تختاري نعم. أد أدجز وبتضيفي
الحواف القلب ما بدك. ست السيركل الدائرة إذا أردت أحركها كلها عندنا هيك اختيار؟ هلا بنقدر نحركها بأمر موف، بدنا نختارها بالتاب كاملة هيك نعم ونعملها موف، شايفة؟ نعم باشمهندس، أنا بعد ما عملت الحواف بالتقسيمات ظهرت لي رسالة من تحت، مش عارفة كأن في خطأ يعني. باشمهندس معاكي، تفضلي. قلت لك أنا لما رسمت الـ edges هذينا بتاع التقسيمات طلعت لي رسالة بعثتها لك على الواتس كأن في خطأ يعني، مش عارفة شنو. لا يعني هو مش عم بحكي، عم بحكي انه الخطوط اللي بترسميها في الماسز ممكن تعمل يعني شوفي، هو ريفت مشكلته بيطلع مسجات زي هيك كتير، لانه هو ريفت سيستم، يعني هو بيقولك انه ممكن يصير غلط في يعني زي فهم البرنامج للشكل كله، بس اخذها هيك اللي. فهو دايما هيك يعني، وحتى مرات مثلا بنشتغل ومشتغلين بالطريقة الصح وما بياخد الشكل، لأنه هو الريفت طريقته إنه كل إشي بنرسم بنعمل له زي جدول تلقائي في البرنامج. هو الخط الأخير جاء في منطقة تقاطع يعني بين المبنيين. هو بيقولك إنه احتمال يصير غلط، بس أخده أوكي. يعني، عرفتي؟ هلا احنا هيك يعني مبدئيا خلصنا الاساس اللي بدي اعمله، هلا بدي اعمل فينش ماسك واروح على الواجهه. انا ما كنت ناسخه للطوابق، رح اعمل كوبي للمحاور عشان اقدر اعمل عليها ارضيات. يعني بتوقع انه انتو كمان زدتوا المبنى عشان نقدر نعمله هيك متعدد، يعني زي كأنه اشي تجاري. فهلأ هيك احنا زدنا الطوابق تاعتنا، فبدنا نروح على الماسنج اند سايت الفلورز، نعمل كرييت فلورز. لحظة، رح نختار كل الليفل يعني لكل المباني. فهي شوفوا، لاحظوا الميزة هون انه هو بيعمل فلور للمبنى، يعني للأرضية اللي ممكن تطلع جوا المبنى. يعني شوفوا، هاي أعلى أخذها، هاي أهبط ما أخذ لها كلهم.
هلا بعد ما نعمل هاي الفلورز بدنا نختارهم ونظبطهم، لأنه هيك هم مش ما لهم سماكة. راح نعمل كرييت فلور عشان يصير لهم سماكة. ممكن واحدة واحدة أسهل، مرات الاختيار لما الواحد بيجي بيختارهم كلهم ما بيقدرش يختارهم بسرعة. هيك أسهل. تمام. فهلأ إحنا صار المبنى تبعنا جاهز، يعني صار عندنا الأرضيات والمبنى. هلأ بدنا نشتغل شوي على الواجهات. فطب قولي بس بالله خطوة الكرييت فلور. جيت أسوي طوابق ما أعمل كوبي، ما صار عندي، ما جاي أخذ يعني. أنسة عفوا، تفضلي. ست جاي أسوي طوابق، يعني أعمل كوبي، ما جاي يصير عندي. طب صوري لي الشاشة بس صوريها كاملة عشان أشوف إيش المشكلة. أوكي.
بايا خلصته ولا لسه؟ اه تمام. آه، بس كأنه بشرى لسه ما أعطيتيهم السماكة صح؟ لا انا اعطيتهم السمك ومش كانه راح، يعني انا حاسه انا في خطأ، راح اشوف. اه ارجعي عيديها، يعني مش تعيديها تعملي اندو، يعني ارجعي اختاري الأرضية وروحي من ماسنج اند سايت قولي له اعملها فلور.
لازم بعد اسمك. تفضلي. البرنامج مو تطلع يعطيني أرضيات، عم يعطيني ايرور. طيب تبعتي لي السكرين شوت أشوف. بعتيها البشرة. ايه صلحتها بعد. زبطت. ايه تمام. بس انا في حاجة درتها مش عارفة، لما قعدت اعمل اندو اكتر من مرة كان مش عارفة شو ما عملت حاجة، ما فهمتش شو ما عملت، وطلع لي كأني انا عندي ماس 2، ما عرفتش هو اصلا شوفوا كانت على الماس 1 ولا على بده الماس 2. ممارسة، يعني البرنامج بده تتعودوا شوي عليه. حتى يعني لازم، يعني بصراحة قد ما اشتغلته قد ما استفدته، لأنه يعني بينسى الواحد فيه. زي ما قلت لكم شوي هو الأوامر مش سلسة فيه. يعني أظن الماكس يمكن لقيته أسهل ولا لا؟ لحظة. أنسى أنا أمر الكوبي ماذا يصير عندي لحتى أعمل طوابق. لازم تدخل من إليفيشن مثلا. في القائمة اللي فوق لا في البروجكت براوزر هذا النوع. فتت. انا فكرت حالي فاتحة المايك عم بجاوبك وطلع المايك مسكر. شوفي انت لما بعتي لي الصورة لازم تسكري الماس اند سايد، تعملي صح تطلعي من الماس تفتح معك الاليفيشن. اوكي هلا هاي شغلة مهمة كتير، انه الريفت ما بيدخل اشياء على بعض، فلازم تخلصي الماس بعديها تفتحي الشغلة التانية عشان ياخدها معك. طيب خلينا نكمل شوي. تقريبا انتوا احنا واصلين مع بعض على نفس الخطوة صح؟ عملتوا نفس هذا المنظر. تمام خلصت أنا. طيب هلا اللي خلصها بدنا اياه يبلش في الواجهات.
يعني هلأ هاي بختار مثلا كارتين سيستم، وببلش إنه مثلا هاي بدي إياها زجاج وهاي بدي إياها زجاج. أنا حتى هاي كنت مقسمها إجز إنه هدول اعمل لي إياهم زجاج. عم بياخدهم معي واحدة واحدة على أساس نبدأ يعني نعمل لها ديزاين للمشروع. هلأ هذا بقيتها بدي أعملها وول، هي شوي حتغلبكم في الاختيار، يعني ما رح تحسوا إنه سهل الاختيار، هو شوية تنقل بين الأشياء كمان في الريفت مش سهل. يعني لما هاي مثلا هاي أنا بدي أختار مثلا هاي بس، يعني مش كتير سهل فخلينا نعمل فيها ديزاين ونحط من الخلف الشبابيك التقليدية. هلا طبعا عشان تبقوا عارفين ما راح يزبط نعمل شبابيك الا اذا حولناها لوول، فانا مضطره احولهم لوول عشان اجي اخذ هاي الواجهه الخلفيه هاي الباك اليفيشن، وابلش بعدها اجيب الويندو العاديين. طبعا مش هدول، هدول صغار كتير، راح اجيب هدول وابلش احط هون الشبابيك. طبعا لازم اكررهم بطريقة صح كمان. شايفين عم بحاول اني اكرر الشبابيك، وبقدر اني اكملهم للاخر بس بدي اورجيكم الفكرة. يعني نقدر نحط أنواع، هلأ هدول الشبابيك كلهم بدي أختارهم وأكررهم على الطوابق. طبعا أنا ما كملت عليها، يعني بقدر إني أكملها للآخر، بنقدر إنه نتفنن في واجهاتها، هذا بضل عليكم واجب، بس بدي أورجيكم المبدأ. هلأ في شغلة، شايفين مثلا هلأ هيك البناية تاعتنا صارت شبه جاهزة، كل المباني العالية بنعملها بنفس الطريقة، يعني كل المباني متعددة الطوابق بنشتغلها بنفس الطريقة. هذيك المرة شفتوا العمارة الملوية بنفس الطريقة بنشتغلها، وهاي كمان بنفس الطريقة. هلأ في عنا شغلة، إذا إحنا بدنا نفتح المشروع تبعنا ونشوف طوابقه، شايفين هيك وإحنا على الشاشة من غير ما نكون مختارين ولا أمر، لما تكون هاي 3D view في عندي هون إشي اسمه section box، بعمل عليه كليك بيعطيني صندوق شفاف. هلأ هذا الصندوق إذا نزلته ببلش أشوف المبنى تبعي من جوا، شايفين؟ هلا مثلا هيك انا شايفه الطابق وشايفه الشبابيك، اذا سحبته من الجنب كمان بصير اشوف المبنى تبعي من هون، وهي كتير يعني مهمه انه الواحد، يعني مرات احنا بنحتاج نعرض المشروع مثلا بدهم يشوفوا من جوا، انه مثلا شوفوا هاي كيف اللقطه مبينه تفاصيل المشروع من جوا من هون ومن هون، عرفتوا؟ هاي اسمها السكشن بوكس. هلا بتضل معنا، هي بتضل موجودة على الشاشة، وبضل أنا ألف حوالين المشروع بالطريقة اللي بدي إياها، إذا ما بدي إياها بلغيها من هون.
وبرجع المبنى عندي عادي. هلأ كمان شغلة قبل ما أعطيكم وقت تجربوا، بدي بس أضبط انا اليوم. كمان دخلت كمان الاداء اللي كان صوتك واطي علي. وين دخلت عليها اللي تشتغل الاداء السكشن بوكس، ايه شوفي السكشن بوكس من ولا مكان، يعني لما بس المهم ما يكون عندي ولا أمر، بكون هاي في البروبرتي اسمها 3D View. لما تكون 3D View بكون من ضمن الخيارات 3D View، يعني ال 3D، فبكون هي هاي هون عندي السكشن بوكس، بس هو عم بطلع لي أوامر هيها عشان تطلع معي، بعمل عليها كليك. هلأ كمان في شغلة، هاي اللقطة اسمها ايزومتري، شايفينه هذا اللي هون اسمه الفي فيو كيوب، انتوا اكيد اخذتوا هذا الشيء بالماكس. اذا بدنا كاميرا بنختار كاميرا من هون، شايفين علامة البيت اللي فوق، بختار كاميرا، وطبعا تركيب الكاميرا عادة يفضل من مسقط اركبها، فبختار المسقط، بعدين بروح بختار الكاميرا وبحط الكاميرا تبعتي، وبحاول امدها للاخر، شايفين بحاول هيك خليها. ليش؟ لانه هذا الفيو بتطلع عندي لقطة الكاميرا. هلا احيانا تبقى صغيرة فبروح مكبرة هذا الصندوق عشان اشوفها اكتر، وبحرك يعني بالماوس وبكبر هذا زي ما قلت لكم الصندوق عشان اشوف المبنى تبعي. هلا هاي اللقطة اللي انا حطاها، اللقطة اللي العين بتشوفها او لقطة الكاميرا، تمام؟ بس في كمان شغلة بدي أشرح لكم إياها وحاعطيكم وقت تطبقوا. هلأ أنا رح أرجع على الفيو، هاي الكاميرا أنا بدي أمحيها، مش أنا بس هيك ذكرتها لأنها صارت طالعة معي هون. أنا بعتمد على الثري دي بما إني مش حاخد لقطة للمشروع. بدي أورجيكم كيف بنعمل الأرض. هلأ الأرض قبل ما نعملها بدنا نظبط اليونت عشان نعرف نظبط الأرقام، فرح نروح نظبط هون الأرقام، رح نخليها بالمتر، ورح أخليها 2 decimal places عشان هلأ لما أغير في المستويات أكون فاهمة الأرقام اللي بغيرها. هلأ الأرض كمان زي ما قلت لكم من massing and site، بختار topo surface. شوفوا كيف أنا عمالي بختار، لحظة رح أختار من سايت أرسمها، بس هاي تخربشت معي. هلأ هاي حتغلبني إني أعمل لها editing، فحختارها وأمحيها، أو رح أعمل إكس وأطلع من الأمر كله. يعني لما يبدأ الأرض تعطيكم شكل مش مريح الغوها. زي ما قلت لكم راح نروح على السايت وراح نغير اليونت، راح نختار التوبو سيرفيس وراح أبدأ أعمل النقاط بهاي الطريقة، شايفين واحدة تنتين ثلاثة، لازم تاخذوا التسلسل اللي أنا عم بشتغل عليه عشان تعطيني الدائرة هاي، ماشي؟ هلأ هاي أول، يعني أول طبقة من الأرض. بعد ما أرسم الطبقة الأولى من الأرض بروح هون في عندي elevation. هلأ هاي الطبقة اللي أنا رسمتها، رسمتها على 0 0، هلأ أنا بدي أنزل 5 متر، فرح أعمل -5 وآجي أرسم كمان طبقة، بس شايفين لازم زي ما قلت لكم تمشوا بنفس التسلسل اللي أنا بمشي فيه عشان يزبط معاكم الكونتور. هلأ رح أعمل -10 وآجي زي ما قلت لكم أرسمه بنفس الطريقة. لو رسمت النقاط بشكل عشوائي مش رح تطلع مع كل أرض ظابطة. هلأ رح أكتب أنا -15 وأرسم الطبقة الأخيرة. هلأ ممكن ما أكملها من هون حسب شكل الأرض، أو خلينا نكملها هيك، رح يكون المشروع كأنه على تلة. عشان نشوف اللي عملناه بنروح على الـ 3D، هي يبين عندي. عشان نشوف الكونتور أكتر ممكن نعمل الـ elevation، شايفين الميول بتاعت الأرض،
هلا إذا ما عدلته الوحدات وحطيته ناقص 5 ما رح يبين، لأنه ناقص 5 ملي رح تطلع، فيفضل إنه نعدل الوحدات. هلا من الأشياء اللي بتعطي منظر للشغل إنه إحنا لما نرسم هاي، نروح على Architecture بدي إياها تطلع 3D View، أو هون اخترت ال 3D. هلا لما أحط السكشن بوكس وأسحبه، شوفوا كيف بيعطيني مقطع في الأرض، يعني بيورجيني علاقة المبنى مع الأرض تبعتي، فبتكون الرسمة طبعا يعني أوضح وأحسن يعني. هلأ رح أعمل له أندو السكشن بوكس ورح أقيمه. وبتتذكروا كمان لما قلت لكم إنه إحنا بنقدر نضيف الشجر من السايت كومبوننت، في هون عنا أنواع، حكينا لكم إنه 7 متر اللي هي قطر الشجرة، كل واحدة هدول بتعطي شكل، يعني كل شجرة لها شكل. عشان نشوف المنظر تبعنا أكيد بدنا نروح على 3D ونشوف. هلأ إذا أخذنا رياليستيك رح يعطيني بعض المواد ملبسة، بس إحنا لسه ما اشتغلنا على الماتيريال، يعني بلكي إن شاء الله المحاضرة الجاي الأسبوع الجاي بنشتغل على الماتيريال. لأنه هو بيعطيني الزجاج شفاف بيّن، ولأنه هو بيعطيني الحيط كونكريت بيّنات، وهذا الشجر هو عمل له إظهار، بس طبعاً لسه يعني أكيد الإظهار هذا مش كافي. طبعاً أنا بالغلط مكرر الشبابيك هون، يعني أكيد مش مكانهم مش صح، رح أختارهم لأنه هذا صار زي سطح، فما فيش شبابيك في منطقة السطح، رح أمحيهم. تمام؟ تغلوا الأشياء هاي هلأ. خليني أعدلكم إيش رح تجربوا. رح تجربوا السكشن بوكس، رح تجربوا الكاميرا، ورح تجربوا الأرض. بس قبل ما تبدوا بالأرض بدي إياكم تعدلوا الوحدات عشان تشتغل معاكم صح، ونضيف شوية شجر وتبعتوا لي على الواتس، يعني بعتوا لي خطوة بخطوة. تمام؟
هلا هو زي ما قلت لكم شوية الواحد بتخربش، ليش؟ لأنه النوافذ مرات ما بتفتح مع بعض. بس هلا أنت على كل الأحوال جربي ركبي الكاميرا، ابعتي لي صورتها، يعني مش ضروري جربي اعملي الأرض، يعني مو ضروري هلا يكون كل الشغل صح، لو شوي شوي يعني هيك بنتابع مع بعض. صبايا انتوا معي؟ معك أستاذة. طيب قولوا لي شو اللي استصعبتوه عشان نعيده ويضل موجود عندكم بالتسجيل، يعني لما تطلعوا على التسجيل تفهموه. لهلا أموري تماما. طيب انا على كل الاحوال شوفوا الكاميرا، انا بفتحها وبسكرها، نسيت اقولكم انه هي بتكون عندي بالثري دي فيو، أنا بس حطيتها هيك عشان أنتوا تشوفوا المشروع. بس في مثال تاني، يعني هو هلأ احتمال أنتوا ما بتزبط معاكم كل الخطوات، يعني بدها رواق، بدكم كمان، أنا بدي إياكم تشتغلوا على هذا المشروع بالبيت، يعني تضبطوا لي الواجهات. بتتذكروا كيف قلت لكم ممكن نفتح فتحات شبابيك كبيرة؟ بس حابة كمان أعطيكم مثال عن الماسنج قبل ما يعني نطلع من هذا الموضوع. هلا هذا خليه، راح اعمل نيو بروجكت. راح ازيح هذه هون، المشكلة هاي خلص هاي راح. راح نروح هاي نشوف شو سوت. ممتاز، تمام. هلأ زي ما قلت لكم بدي أعطيكم كمان مثال عشان هيك يعني يضل في بالكم أمثلة أكتر ما يمكن عن الماسز.
هلا احنا بدي ارسم مبنى زي كانه كله كيرف بالخطوط، يعني مش بالكتل الجاهزه. فشو راح اعمل؟ راح اروح من ماسنج اند سايت ان بليس ماس، راح ارسم مبنى. هلا ببعث لكم صورته. راح ارسم 3 دوائر وراح ارسم بين المبنى ارك عشان أعمل المبنى كأنه زي موجة. بس خليني أبعت لكم صورته عشان تفهموا شو اللي أنا عم بشتغل عليه. تمام، دقيقة واحدة بس. شايفين المبنى اللي بعثت لكم صورته؟ شايفينه. بدي ارسم نفس المبنى. فشايفين الصورة الثانية بتبين انه هو زي كأنه 3 دوائر، وبين كل دائرة ودائرة رح ارسم قوس. هلا عشان هذا اقدر ارفعه، لحظة، نرجع للبرنامج. عشان هذا المبنى أقدر أرفعه، راح أروح هون على التولز هاي كتير مهمة، اللي هي السبلت إليمنت. وبدي إياكم تنتبهوا إنه إحنا عنا تنتين سبلت إليمنت، اللي هي السبلت وذا جاب، وهي إحنا ما بنستعمل هاي الأولانية. السبلت وذا جاب هاي بنستعملها استخدامات تانية، وفي عندي السبلت إليمنت اللي كتير كتير بنستعملها بالرسم. هلا السبلت إليمنت احنا بنستخدمها لتكسر الخطوط، يعني انا هدول الخطوط عشان اقدر اعمل عليهم اديتنج لازم افتحهم، لازم اقص الدائره تاعتي من هون ومن هون ومن هون. هلا بعد ما اقص الدائره، يعني يا مثلا باجي بقص الخط تاعي من هون وبمحيه محي، هيو هذا صار جزء صغير بمحيه محي بس بدي اختاره كذا مره، يا اما اذا قصيته قصه واحده بقدر اني اعمل بهاي trim and extend corner، بس هاي مش زي تاعت الاوتوكاد. بختار الحفة وبختار الدائرة وهو لحاله بقص لي الزايد. شوفوا كيف بختار القوس وبختار جزء الدائرة وهو بقصه نفس الطريقة. بختار القوس وبختار الدائرة وهو بقص زيادة. هلأ تقريبا صار عنا احنا المسقط، بنعمل finish mask بنختاره كله، بس حيغلبنا شوي بالاختيار فممكن نختاره بتاب، وبنعمل له create solid. هلأ رح ندخل المشاريع ببعض لأنه مشروع جديد. هلأ احنا بعد ما رسمناها بنقدر انه نرفع المبنى تبعنا، بنكون يعني أخذنا نفس التكتيل تاع الشكل الموجود عندكم بالصورة. تمام، جربوها إذا بدكم، أنا بس حط في التسجيل.